أنا الصحراء، حافظة الأسرار وناقلة الأخبار، لقصتي أكثر من بداية. الله أكبر، الله أكبر. على رمالي نثرت الأحلام، ومن صوت الريح استلهمت صورة القادم من الأيام. مهما كان فالفرسان يواجهون بالإصرار دوامة الرمال للوصول إلى ما يريدون، وعلى الوعد بالمزيد من الإنجاز يحلمون. من هنا البداية لقصة نجاح على رمال الصحراء. وضع الفارس سيقان خيله، انطلقت الخطوة بيد دافعة من أغلى الناس. مرت سنوات المعرفة، فللقصة ألف بداية وبداية. غرست الأقدام في بيت الأحلام، حضانة للصغار، فكانت بذار الخير التي رويت حبا، فأنبتت شجرة بغصون ثلاث. هبت ريح عاصف فتكسرت الغصون، وملأ رمل الصحراء الجفون. تحطم الحلم لكن بقي الأمل. أبواب المصارف كانت نقطة الانطلاق، لم يكن الهدف لكنها الأقدار. وبتوفيق الله ثم العزيمة تحقق الانتصار بتغيير المسار. رفع البنيان ووصل للعالمية، تحول الحلم إلى حقيقة بعد أن كان فارسا من ورق. وفي عصر التقنية الذكية أسست الشركات الثلاث، مغروسة في الأرض بذار الطين، نخلة كانت للكثيرين خيرا، فتحت الأبواب لأبناء الوطن. علامة فارقة في مشوار الحلم، ووسام الاعتراف الدولي أننا صرح للعلا راسخ بالعلم والمعرفة والتقنية. طورت المناهج الدراسية بإدخال البرامج التالية. أثمرت الجهود بتفعيل منهج البكالوريا الدولية IB في جميع المراحل الدراسية. أصبح الفن والموسيقى والدراما جزءاً أساسياً في بناء المعارف. خطط، ثابر، واجتهد ليصبح حلمك حقيقة.